نفوز به إياك يا سندي مولاي يا مولاي. أهلا وسهلا، سأقدم لكم نفسي. أنا ميرال رمضان، عمري 9 سنوات، أدرس في السنة الثالثة A بالمدرسة الابتدائية عدد 2 بالمدلي. سأقدم لكم مشروعي والمتمثل في تزيين صحن من الفخار بمناسبة شهر رمضان المعظم. لقد رسمت رسما مصغرا للجامع الذي في قريتي، وهو جامع العوينة بالمثلي. أما الأدوات المستعملة فهي الألوان المائية والفرشاة ومازج الألوان. سأقدم لكم نفسي. أنا لهف رمضان، عمري 9 سنوات، أدرس في السنة الثالثة A بالمدرسة الإبتدائية عدد 2 بالمدلي. سأقدم لكم مشروعي والمتمثل في تزيين صحن من الفخار بمناسبة شهر رمضان المعظم. لقد رسمت رسوما تقليدية كان يستعملها أجدادنا قديما في تزيين الفخار. وأما الأدوات المستعملة فهي ألوان مائية وفرشاة ومازج الألوان. وفي الأخير أرجو أن يكون هذا المشروع قد أثار إعجابكم. إن شاء الله رمضانكم مبروك. إن شاء الله رمضانكم مبروك، وكل عام وانتم حيين ألف خير.